وزيرك أرمها جده هي أمن جمهورية الصومالي لأن مجاهد محمد كاهن أحمد أيام ما أنت وحوكها لي أرمى بدنا يكمل هاي حالة الدلكة إيه واللي بس إذا الدولة ده فدرة الصومالية أي أقصوا في وجهنت هاي الصومالي لأن إن أي مركز سيدي من تابي يسوا أمن جيد إيه هو المركز ده وزيرك يا وحوكها لي أرمى بدنا يكمل هاي هالشيء سيقرصون أو الدولة ده فدرة الصومالية أي لقى شيء الدلكة إثيوبيا وحكالو شيغي إن سوماليا مرنبا أقبلين إن هجسيدي كشراي وصو مرتولين على سوماليا إسلا مركان سوماليا سوماليا متصدح إيا صدو سنة آنا وحبا إسكو درسن وسيركا وشير تاريكو غبتاي حفيز كيسا أي أرمها إي أرمها كلاو بدان كهدلي وحانا ويري سيدا إنو لسعونا وحا سحافة دا كسعودا سوماليا دقال كوة جهان سوماليا لان أو كبلا بمي أرنتي هشيسكي dowladda Soomaaliland ay soo wada galeen dowladda Ethiopia waxaan si qarsoodi ahayn oo bareerada looga wada dowladda Soomaaliya propaganda dagaal abaabul intaba lagu wado jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeda waxa si cadaan ah looga wada shaqeynaya dowladda Soomaaliya يورك الشباب أيك وضع شقينا يا أرنتن أو حكم رخاتك عيا شرارك يور صحافة دي أي سيد داين مدحت الدولة الصومالية أو كم دي هاي محنكو ده داي وزيرك الرماه جودها يا صومالية أو لي هاي دولة الصومالية وحي كابركين كاشان إيسا أورك الشباب وحكمدة بدحوينها الصومالية أو كهد لي سجنا أورك الشباب يكال أنت هوشنا يكود الجليا وحكمدة ورفافينت الصومالية أو أيهات الشراكة كويهين يجو أورك داسي الصومالية وحي كهد لسا هشيس كن صومالية iyo Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada kale golaha baarlamaanka ee Soomaaliya wasiirka gaashaandiga ee Soomaaliya oo heshiis la soo galay dalka Ethiopia oo kula soo galay arrimaha in ka wada iska kaashanayaan badda iyo dhulka intaba heshiiskaas Abdul Qadir Muhammad Nuur ومن تبرمان كأركا كهاد لا يوم هشيسكن أو قرصودي كها ومدة سومالي ده أنك هشيسكن سومالي لاندي سوم إثيوبيا يسوى ده كلام بده حوينه مركو إيربورت كقصود تجيب وقرن كسومالي لاندو كورحمي شرار بدن أو برشاد سومالي لاند ده كده مدلان تلانا محان كده هداي والله جوا ده كلام وحارين تن سومالي يا إيمك كعدين إنسان أو إلا ده هين هشيس كان سوماليا لان بد يرلل مال والبا سوماليا لان نوح اللي ده مجرئ ودل سوماليا كتر سن دولة سوماليا نعي حكمتهم وان نصيب دهر لبي يصدن سندود ده بديد بحي سوماليا كد عيل لوغا حسوقي سوماليا لان كد عيل لوغا سامحاد ده كسامي سيل لوغا ان ما انتنا فيلا سوماليا اللي جاء بابولا يو سوماليا لان وقبل يرو سوماليا كترسم ولوسو بابولا يو دقال كي خوري اسي دي تندي تدبات تندي سوماليا لان كدعي حسوقي كدعي ان من كي لمدنا ما انتنا الله سمي او محان كده دي اللي سو بابولا يو شرر فربدان لغا قبطي وحان دونينا ومدو هدي اي دادكو تاريخ دا بينك شيغان وين مشكلين سوماليا لاني سوماليا وحي هايان لما محميادود او كميد محميادهي لغو استعمار سدي برنامج كي لو قيبية بارتيشن اف افريكا قيبين تا افريكا يكون يسيديد بقول يا افر يسيديد تنكيب بلعب مي اي اي كميد هايان لبدو لدودو مدح برنام بين نقدين labadi mustaamaradood maxaan ku dhahday xurriyadoodii ka qaatay midowgii July 1960 la sameeyay dadaalkeedii
iyo maxaan ku raadahay doonitaankeedii iyo ololaheedii Soomaaliya ma lahayna Somaliland baa lahayd markaasay noqdeen laba dowladood oo madax bannaan oo midna Ingiriiska ka qaadatay xurriyadeedii Somaliland lixdankii Juun 1906 midna dowladdii Talyaaniga ay ka qaadatay xilliyadaas iyo xilliyo ka dambeeyay ama ku dhow adduunyada waxa ka dhacay oo qaaradan Afrika ka dhacay oo Yurub ka dhacay oo Aasiya ka dhacay dowlado kale madax bannaan oo isku biiray oo haddana kala noqday Gambia iyo Senegal baa ka mid ah Suuriya iyo Masar baa ka mid ah Ethiopia iyo Eritrea ka mid ah Sudan iyo South Sudan baa ka mid ah Indonesia iyo South Timor baa ka mid ah Soviet Union-kii dowladdii ugu xoog badnayd adduunyadan ee superpower-ka ahayd ee 15-kii dowladeed ee isu tagay ee Soviet Union-ka la baxay oo maanta 15 dowladood oo kala madax bannaan baa ayaa ka mid ah haddii midow qolo waliba ikhtiyaarkeeda leedahay ay ku soo ay ku midoobeen oo Soomaaliland midowga ka baxdo xaqna way u leedahay cid khasbi kartana ma leh maantana Soomaaliland waa dal madax bannaan bulshada caalamka si dalaho madax bannaan bay ula shaqaysaa 5 madaxweyne ayaa soo maray oo 3 ka mid ah cod hal qof ah one man one vote lagu doortay oo ay goobjoog ka ahaayeen bulshada caalamka oo dhan qaarada Mareykan Yurub Aasiya iyo Afrika intuba ay ka mid ka ahaayeen oo ay qireen gobolkan ay Soomaaliland ka mid ka tahay geeska Afrika doorashadii ugu fiicnayd inay ka dhacday waxa ay qareen xil isku wareejintii madaxweyneyaasha doorashooyinka galay ee loo yaqaano transfer of power kan inuu aad iyo aad peaceful ahaa mid nabadgelyo ahaa oo Afrika si dhifaba maxaan ku dhahday uga dhacan waxaan doonaynaa laba qodob bay taagan tahay labada qodob ee maanta doonayna shirkan aanu qabanaanu qabtay waxa weeye waa marka ugu horeysa dowladda Soomaaliya maanta ka dhisan waxaan leenahay laba dalo shalayna kala madax bannaanaa iskuna darsaday midnimo maxaan ku dhahdayeen lagu hoogay oo ummadda Soomaaliyeed khasaare badan saameysay oo reer Soomaaliland saameysay oo xabaalo wadareedyadeedii meel walba maanta ay yaalaan gobollada Soomaaliland ay ka kooban tahay ay keentay sababta keentay ay tahay kala noqoshada midnimadii maanta aynu 2-3 sannadood aynu ka Soomaaliland iyo Soomaaliya kale maqan yihiin waxaan idiin sheegaynaa Soomaaliland dhulkan markii ay xoreysay go'aankan markay qaadatay dhibaatadii ummaddan ku dhacday saamaxaddii ka gashay waxa ay ahayd war haddii midnimadeenna ay khasaare gashay ma dabaadgeli kari mayne laba Soomaaliyood oo walaalo ah aynu noqonno af bayna Soomaaliya baynu ku wada hadalnaa laba dowladoodna waynu kala lahayn intaasoo dalo carbeed oo af carabi ku wada hadashaa jirta Kenya iyo Uganda laga bilaabay ilaa Waska Afrika ilaa Waska Afrika galbeedka Afrika sawaaxili baa lagaga hadlan inana waynu noqon karnaa laba dowladood oo af Soomaali ku wada hadlo saaxiibaho dal xad wadalaho iskaashiga adduunyada xaruun martay ee dimuqraadiga ah ee nabadda jecel inaynu maxaan ku dhahday iskaashanno hadday idinla noqon weyday oo ay maantana idinla noqotay Soomaaliland in aad dib xasuuq iyo dhibaato u samaysaan oo dowladda Soomaaliya maanta ay ka mid tahay magaalada Xamar tababarkaasaa lagu abaabulaya Al-Shabaab ay leedahay xaafadda waqooyiga Xamar ayaa laga abaabulaya wasiirka daakhiligu waa kan oo ugu abaabulayaayo waxaa la leeyahay kiniisadii orthodoxka ayaa laga loo magacaabay ninkii briiska ahaa ee kiniisada madaxda ka ahaa ayaa seelac loo magacaabay goormay dadka Soomaaliland gaala noqdeen goormay dadka seelac gaalada noqdeen
سيلع ميانا هين مقالدي تاريخي هيدا وكوي اللي مساجد كي محانكو راي مسجد القبلتين حرم كهورتي قبلتين كي لو تكن تري اللي بدلي مساجد كوي اللي ميانا وحين قور مي قالد النقدين قور مي عدا ودا انتا اللي قيدن كشي وحان ادلا ناي ملا وحا كوان اكسن إننا نمدنا وضع أخانا الله بدلنا وضع أخانا أين اللي بسكينين حدا يدين لن نقوي دم دادكر غير سومالي لان خوري اللي بدين كسامرين هلا حوالا وضاريد وقبو حسين هلا كرسيق حمرا في اللي سومالي يدقال لوقو سوقاتي دادكر سومالي لان دوحان لا يحقي وحي إنو أرنتا قوان نباداد سامحاد نباداد أي نوقع هذا الناي أو أدوقع هذا تين أدو يدعو على الله فربنا بك صدعه علاتك صدعه واللقيه الشيء إنه إنن مثل بعد كدرن بين النقطة هديسة ولا الذين أي ما تنا علاد هديسة ديار هديسة ديارنا ين دتك سومالي لاندو يدنا كون يجا كدولة إنن ندبوها إنن دفاع عقرن كين ينفتي إن يمال كين مرة بعد ديار جروبه. أدي أدبه ما سنتي.